أهلا بكم مشاهدينا. قالت القياديات في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى للتلفزيون العربي إنها أبلغت اليوم بقرار منعها من السفر، وذلك أثناء التحقيق معها في تهم تتعلق بتحريض العسكريين على العصيان والإساءة لرئيس البلاد. وعدت جبهة الخلاص في بيان لها أن التحقيق مع شيماء عيسى يندرج ضمن الحملة التي تشنها السلطة ضد القيادات السياسية وقادة الرأي العام بغرض تكميم الأصوات الحرة وحمل المواطنين على القبول بالأمر الواقع الذي أرساه انقلاب 25 من يوليو عام 2021 وفق تعبير البيان. اسم جديد في قائمة طويلة من المعارضين الملحقين قضائيا، شيماء عيسى قيادية في جبهة الخلاص الوطني أهيلت إلى القضاء العسكري بتهم تحريض العسكريين على العصيان والإساءة إلى الرئيس. أنا مانيش لست مجرمة، لا سرقت لا خطفت لا قتلت، بالتالي كان صحيح معناتها باش نتحاكم على آرائي وعلى تدويناتي، فأنا مواصلة في هذه الآراء وهذه التدوينات. لست مجرمة، تقول القيادية في جبهة الخلاص. للسلطة في المقابل رأي آخر، إذ طالب ما أحالت قبلها محامين وصحفيين ومدونين وناشطين إلى التحقيق بتهم مختلفة جلها على خلفية المرسوم 54 الذي تطالب كبرى المنظمات المدنية بسحبه، معتبرة أنه دليل انتكاسة لمنسوب الحرية في البلاد. هناك مؤشرات مختلفة تشير إلى انتهاكات متواصلة، إذن هذا بالإضافة إلى يعني الإفلات من العقاب اللي نلقاوه يعني تقريبا يومي، إذن اعتداءات على المواطنين إذن لكن لا يتم محاسبة المسؤولين عنها. مع اقتناع كبرى المنظمات الوطنية بأن البلاد بصدد نزوع نحو الاستبداد، فإن المبادرة التي أعلنت أنها تعدها لإنقاذ البلاد ستهدف لإرجاع الأمور إلى سكة البناء الديمقراطي. عناوينه قد تمثل أكثر من نقطة التقاء بين مبادرة المنظمات والمعارضة السياسية للرئيس. تصير سردية السلطة حول حرية التعبير أقل مصداقية في كل مرة يساق فيها معارض أو ناقد أمام المحكمة، ولأنه لم يسبق أن حكم أحد مؤيدي الرئيس من أجل رأي أو موقف، فإن سردية السلطة تسقط في اختبار المصداقية تماما. خليل كلاعيد، العربي، تونس. والآن متابعة لهذا الموضوع ينضم لنا من تونس سمير ديلو، محامي وعضو جبهة الخلاص الوطني في تونس. أهلا بك أستاذ سمير. قلت في تدوين لك على فيسبوك إن محاكمة شيماء عيسى يأتي بسبب حوار إذاعي، هل هذا هو السبب الفعلي لمنعها من السفر والتحقيق معها، وما دلالات ذلك؟ فعلا هذا هو السبب، وقد علمناه اليوم أثناء التحقيق معها في مخفر الشرطة، الوحدة المتخصصة في القضايا الإجرامية، بينما علمنا منذ أكثر من يومين عن طريق أحد المحسوبين على الانقلاب والمدافعين عن السيدة وزيرة العدل بأن الأمر يتعلق بحوار صحفي. هذا الحوار يعود إلى شهر ديسمبر من العام الماضي، وعبرت فيه السيدة شيماء عيسى الصديقة والمناضلة شيماء عيسى عن مجموعة من الآراء المتداولة على ألسنة أغلب المعارضين للانقلاب في تونس، واستمعنا إليه اليوم. كان هناك قرص مضغوط في هذا الحوار لحوالي 19 دقيقة، وليس فيه بتاتا ما يمكن أن يكون محل مؤاخذة جزائية، فضلا عن يكون ذلك أليس فيه تحريض كما قالت الحكومة أو الرئاسة، فيه تحريض من للعسكريين ضد الرئيس؟ بتاتا ليس فيه أي تحريض، هي تعرضت إلى الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، وقالت أن الأمر يتعلق بمهزلة وأنه لا فائدة من إقامتها ولا فائدة أن تتورط أي جهة في الدولة في المساهمة في إهدار المال العام بالمواصلة في هذه المسرحية المسخرة. فيما زاد عن ذلك، كما تفضلتم في بداية تقريركم المصور، أصبحنا نعيش على وقع المحاكمات شبه اليومية لجميع المعارضين،
يراد من ذلك تخويف الذين يتم تتبعهم قضائيا، وخاصة التخويف بهم. وكلمتنا الأولى والأخيرة، لا هم يخافون ولا الذين يراد تخويفهم سيخافون. نعم، ولكن هل بات القضاء العسكري يوظف الآن في الصراع السياسي في تونس من قبل الرئيس؟ لا شك في ذلك، ولكن منذ أسابيع قليلة نحن نلحظ تغير في تعاطي القضاء العسكري مع هذه القضايا، خاصة في الطور الاستئنافي. قضية العميد عبد الرزاق الكيلاني في طورها الاستئنافي تخلى عنها القضاء العسكري لصالح القضاء المدني، وكذلك قضية النائب والمدون والناشط الحقوقي رشد الخياري أيضا تم الحكم فيها منذ أيام بالتخلي لصالح القضاء العدلي. ونحن سنواصل التمسك بأنه ليس من مصلحة أحد أن يتم إقحام القضاء العسكري في صراع سياسي وفي محاكمة المدنيين. أشكرك جزيلا أستاذ سمير ديلو، محامي وعضو جبهة الخلاص الوطني، كنت معنا من تونس.